الواد فين بتاع طنطا؟ يا واد يا بتاع طنطا تعال. واحد اتنين تلاتة. طبعا الشاب ده جالنا من طنطا، ويا ترى جالنا من طنطا ليه؟ هو حابب يقول بنفسه. قول قول يا مؤمن، سيبك من التليفون ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مؤمن من طنطا، انت عارفين طبعا. يعني ايه مؤمن طنطا؟ يعني باباك اسمه من طنطا ولا لا؟ انا مؤمن من طنطا. ايوه ماشي تمام. والله مش مهندس، انا كان نفسي وكان ليا الشرف الكبير يعني ان انا اقابلك. ربنا يعزك يا باشا. والله العظيم مستني الايفنت ده من شهر تقريبا، من ساعه ما اعلنت عنده. والله يخليك يا رب. هو بالصدفه يعني قول لهم بقى انت ليه مستني اليوم ده. اللي كنت عشان اقابلك انت مخصوص. والله ربنا يعزك يا رب. اه والله. قول لهم بقى، احكي لهم بقى قصتك اللي خليتك ان انت تحب الصفحه كده والناس اللي في الصفحه. والله انا عمري ما سالت سؤال ومحدش ما ردش عليا، يعني كل الاسئله كان الاجابه بتيجي في ساعتها او بعدها، يعني اكتر مده كانت 10 دقائق. اي سؤال كنت بساله الدعم كان بيجاوب، يعني ما شاء الله. عشان انت بتسال في المكان الصح. كل شويه متابعه مميزه، متابعه مميزه، والدنيا كانت تمام. احكي القصه بقى من اول ما جيت. انا كنت ماشي مع اصحابي في يوم، فكان انا كنت 103 كيلو، فماشيين وكان قدامنا شخص مليان جامد. فالشخص يا جماعه بعد اذنكم، الشخص ده ما كان شكله لطيف خالص. فلقيت صحابي عمالين بيتريقوا وبيهزروا وبيقولوا مؤمن اهوت مؤمن اهو. بيقول لهم في ايه يا جماعه، عمالين بقى يتريقوا ومش عارف ايه، وانا كنت يعني اساسا واخد على التريقه دي. شافوا شخص ماشي مثلا وبيشبهوك بيه، فبيتريقوا عشان يوروك انت صورتك بقت عامله ازاي عندهم هم، يعني مع انهم كانوا بيتريقوا كتير. اللي معاك صح؟ انا اصحابي دول كنت لسه متعرف عليهم من سنه، يعني اصحابي ده. ده لو انتوا كنا بص هنسمع عليكم كلنا. لا الرجاله دي فعلا هي اللي شجعتنا. انا مامتي كانت بتعمل لي سندوتشات. الرجاله اللي شجعوه يجوا جنبه بقى، يجوا وراه. انا مامتي كانت بتعمل لي سندوتشات ما كنتش برضه اكلها، هم والله اللي كانوا بياكلوها. طب والله حلوه دي، تصدق؟ طب والله فكره. والله طب والله اول مره اشوف نظريه كويسه جدا. كنت بجيب معايا سندوتش يا جماعه. بعد كده اللي مامته تعمل له اكل كتير يجيب اصحابه عشان ياكلوا الاكل كله. لا دي ما يسيبولوش، ما برضاش احرجها، لانها مره واتنين كانت بتخاصمني فعلا عشان ما برضاش ياكل. ايوه فالرجاله دي مش عامل حسابي في الاكل، انا اكل معاها. مؤمن كان داخل التحدي ده باراده جامده بصراحه، وهم بقى كانوا عارفين شكلي زمان كان حاجه وحشه، يعني تركب مواصله تحس ان الناس كلها بتبص عليك وتتريق، مفيش 0% ثقه في النفس، مفيش. ما ولا عارف تلبس، تلف في المحلات الدنيا والاخره عشان تجيب تيشيرت اللي انت اساسا مش عاجبك اساسا التيشيرت اللي انت بتلبسه ده. فبعد ما عرفت الصفحه بدات كام كيلو؟ 103 1.8 1.8 2017. 1.8 يعني هنا، يعني لسه ده من قريب، من شهرين. يعتبر من شهرين. ولا ان شاء الله امبارح وزنت نفسي 83 كيلو. بسم الله ما شاء الله. يعني 20 كيلو بالظبط. بسم الله ما شاء الله. سقفه حلوه كده. لا تسيفه للناس اللي واقفه ورا دي. مصر الجديد عايز اشوف الاخبار، في صوت حد بيسقف. انا باشمهندس عرفت الصفحه يعني كده بالصدفه من عند ربنا طبعا، من حوالي من نص شهر 7 وانا عمال ادور على نظام امشي عليه. كل لما اخش يقول لي صيام متقطع، والصيام المتقطع ولا يجيب نتيجه معاك، وكورسات يقول لك لا ادفع فلوس عشان اديك الكورس اللي انت عاوز تخس عليه، وفيديوهات كتير على الفيس. لحد ما بالصدفه قابلت فيديو لحضرتك انواع الناس في الرجيم، عجبني الفيديو ودخلت على اللينك الصفحه من صندوق الوصف، فتحت الصفحه. انت عرفتنا من اليوتيوب؟ من اليوتيوب، لان كنت بدور كتير. كم الناس اللي عرفتنا من اليوتيوب؟ قناه فعلا متميزه، ومن الحاجات المتميزه لحد الان رساله الصبح. رساله الصباح من اللي انا يعني بستناها من بالليل، والله بستناها عشان تنزل تاني يوم الصباح. والله والحمد لله، يعني ربنا يوفقك يا باشمهندس، والناس كتير توصل معانا. كنت بتلعب رياضه ايه؟ انا كنت بنزل جيم، بلعب كارديو يعني، بس 4 ايام في الاسبوع بس. جميل. وفي مدرستي بقى بسافر وكده، انا من طنطا مدرسه في المنوفيه، ففي سفر. سنه كام؟ انا في تانية ثانوي. اديك الصح. عايز تخش ايه؟ ربنا معانا بقى. طب ولا ايه؟ خليني صيدله. على يعني صيدله لاي كليه حلوه، يعني اللي يجيب ربنا حلو. مشكله ان شاء الله باذن الله. شرط انها كليه حلوه ان شاء الله. مشكله خالص. المهم الحاجه اللي ان شاء الله، اهم حاجه فعلا يعني تدخل للحاجه اللي انت بتحبها ان شاء الله. ربنا باذن الله ان شاء الله. انا بحب اشكر الناس دي جدا جدا والله، هم اللي كانوا بيشجعوني. اشكروها يا جماعه، اشكروهم يا جماعه. الرجاله دي طبعا الرجاله دي جت من طنطا الصراحه، وانا بشكرهم يعني طبعا. عندك قريب في العيد القومي؟ يا ريم قول بقى. من الشوكولاته دي انا عارف. لا واضحه واضح ان ممكن بقى تاخدوا انتوا عشان انتوا اصحابه وعشان انتوا شجعتوه. يلا يا عم، اي خدمه يا راجل. تطلعوا مصالح. اه
تقلقوش ما تقلقوش ما تقلقوش. في بقى الناس باشمهندس، انا عملت رجيم حوالي من تاني عدين وانا بعمل رجيم، وكنت يعني رجيم ايه، الصبح كنت بفطر طعميه ورغيفين عيش. الغدا في الرجيم رز ومكرونه. ده رجيم كده. لا يا ده كان ترياق يلا على فيسبوك يخرب بيتك. لا والله ده كان ترياق. يا نهار اسود، ده اصل كان في نزل فعلا قال لك اضرب لك مكرونه بالبشاميل الصبح. ده ترياق يا ابني. يا نهار ابيض. تاني عليه ما كانش اساسا، ما كنتش موصل نت اساسا ولا اي حاجه، كنتش اعرف لسه على السوشيال ميديا خالص. هي بالحظ كده والله، بتيجي من عند ربنا يعني، الحمد لله. والله عملت رجيم اكتر من يعني ما تعدش، وما نفعتش في ولا مره. طعميه كتير يعني. كتير قوي. الله نشكرك واتمنى لك كده حياه سعيده ان شاء الله باذن الله. وبقى ما ترجعش تاني مره للي انت كنت فيه ابدا باذن الله. خلاص افضل كده محافظ على جسمك كده. انت اكيد طبعا في فرق شاسع بين السماء والارض يعني. بس احب بس اقول كلمه لمامتي يعني، سيبيني بالاكل اللي انت بتعمليه ده، سيبيني كل اللي انا عاوزه بس. يا حاجه يا حاجه عشان خاطري الراجل بيستغيث، احنا كده هنخليه عندنا احنا. يا حاجه حاجه ما ينفعش احنا نقعد بقى نخسس في مؤمن بس في الصفحه ولا ايه؟ لا ونبي حاجه بس عشان خاطر الناس، احنا عندنا ناس تانية يعني، احنا خلصنا من واحد في بقى غيره بعد كده، لكن بقى هتقعدي نخسس وانت تتخاني ما هتتعبنا احنا كمان يا عم مؤمن والله. بقول لنا بس الحاجه فين عشان خاطر نروح ناكل عندها كلنا. شرفونا والله يا مهندس. الله يكرمك. يلا هبص. استاذ سيفا بقى يا جماعه المؤمن.